اختتمت مدرسة بيان البحرين فعاليات مؤتمر أنموذج الأمم المتحدة العاشر السنوي اللي استمر على مدار يومين، وكان ذلك تحت رعاية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وبحضور عدد من كبار الشخصيات والسفراء. اللي عندنا هالسنة تقريبا 15 لجان، عندنا لجنة باللغة العربية اللي هو مجلس النواب، ونناقش قضايا معاصرة حكومية لها علاقة بالسياسة وبالاقتصاد. والهدف الأساسي من هالسنة أو المسمى اللي كان المؤتمر تحته هو الطاقة المستدامة، حيث شارك في المؤتمر أكثر من 800 طالب من 20 مدرسة خاصة وحكومية بحرينية ودولية لمناقشة مواضيع ذات علاقة بالطاقة المستدامة، حيث ناقش الطلاب المنتدبون في مجالسهم المختلفة محاولين التوصل إلى قرارات واقعية تنفذ خلال المستقبل القريب. صراحة عقب كل التعب وكل الشغل كان المؤتمر ناجح، وايد ناجح. ليش؟ لما ندش المجالس ولما نطالع الطلاب اللي يشاركون، اكتشفنا الكل مستانس على شغله، والكل متحمس، والكل يبي يشارك. فهذا يعني احساس وايد زين، انا خاصه عقب ما كل الشغل اللي سويناه قدرنا نشجع الطلاب عشان يشاركون في السؤال. وحاول الطلاب عبر نقاشاتهم المتعددة وضع خطة متفرعة للبحرين من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030، وتحديد أساليب جديدة لإدارة ومعالجة النفايات في البلاد. بذلنا قصارى جهدنا في هالمؤتمر حتى نخليه ناجح إلى ما هو عليه اليوم، فاتخذنا القرار بأن نأخذ تعهد حتى أن هذا المؤتمر أتى تحت شعار الاستدامة، فأخذنا تعهد بأن سننفذ الاستدامة في المدرسة وحتى في حياتنا اليومية. ويعد النموذج الأمم المتحدة اللي تقيمه مدرسة البيان للعام العاشر على التوالي هو المؤتمر السادس في الشرق الأوسط والأول في المملكة اللي يحصل على هذا الاعتراف الدولي، وتجدر الإشادة والثناء بجهود الأستاذة راضية علي وفريقها من طلاب البيان اللي يعملون بجهد وتفاني في كل عام سعياً منهم لإنجاح هذا المؤتمر السنوي. الهدف من المشروع هو نشر الوعي لكي يغيرون نمط حياتهم، ومن ضمن مشروعنا هو تقديم ورش تعليمية والتعهد.